يوم جديد وفلوق جديد من اسطنبول مع الثلج. رجعنا شقة ننتظر اليوم سرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شكراكم سوين ان شاء الله طيبين. اليوم تاريخ 1 مارس، احب بدايات الشهر. كل شهر فرصة جديدة، تبغى تبدا شيء، تبغى توقف شيء، تبغى تحاول تستمر على شيء في هذا الشهر. ولا تنسون اللي عندهم تقويم اصحاب الثنيان اكتب خططك لهذا الشهر. طيب يا جماعة، زي ما تشوفون دائما نبدا فلوق، نكون متسبحين وجاهزين ويلا بنطلع. حاليا لحظة، احنا قررنا بداية مارس خلاص نرجع لتحدي 90 يوم، تمارين يوميا، وعندنا تمارين الحين. واحسن شيء زي ما قلنا ان النادي موجود هنا، ما يحتاج نطلع ونروح، واشتراك شهري ولا سنوي، موجود في نفس الشقة. هذه اول مرة نروحها، متحمسين بنشوف كيف. المصعد بعيد، اخر شيء هناك، فالحل المناسب ننزل بالدرج. العالم كلهم منافسات ما شاء الله تبارك الله. هذا هو النادي، اخر واحد هناك. طيب انتظرونا. طبعا ما تقدر تدخل النادي الا يكون عندك زي هذا المفتاح عشان يتاكدون يكون من سكان شقه. الله ما شاء الله تبارك الله. سلام، خلاص الحين ما عندنا عذر عاد، سير نتمرن هنا. جماعة قبل ما أسخن بس بقول شيء، إذا شخص تدرب وتقطع، بعدين ترجع تتدرب بعدين تقطع، بعدين ترجع تتدرب وتقطع، ترى هذا شيء كويس، أحسن من إنك تقطع خلاص تقول مثلا أنا بتمرن يومين ثلاث أيام الأسبوع بعدين بقطع، أهم شيء إنك تحاول، لأن بيجي يوم من الأيام تصمل فيه، فأي شيء ترى مو بس تمرين، إذا تسويه وتقطع تسويه وتقطع، حاول قد ما تقدر، لما إن شاء الله يجي يوم تكمل عليه، نبدأ العد من اليوم واحد. يعني خلاص ما تمشي سالفة النادي بعيد ولا النادي قفل، تمرين يومي إن شاء الله. لما خلصنا من التمرين هوائية نيجي شوي على السيكل كذا، يكون خلصنا ربع ساعة من السيكل. الحين نرجع الغرفة. اليوم الأول تشك، الحين راح ندخل نسبح ونبدا اليوم. بس يا جماعه قبل ما ندخل نسبح، اي شخص يبغى يدخل تحدي 90 يوم سويت تطبيق اسمه انا جيم، بحط الرابط تحت، يشرح لك تحدي 90 يوم من البدايه لما النهايه بالتمارين والوجبات اللي تاكلها فطور وغدا وعشاء. اعرف ممكن يقول بعض تطبيق بفلوس، بس لان المبرمج بياخذ فلوس، والاخصائي الغذائي بياخذ فلوس، والمدرب اللي اعتمدنا تمرين منه بياخذ فلوس، والمصور بياخذ فلوس، واللي يحدث التطبيق بياخذ فلوس. فعشان كذا خليناه بفلوس عشان يطلع مرتب وبجوده عاليه. نقدر نسوي واحد ببلاش بس بيطلع خرابيط، احنا لازم نسوي شيء 10 على 10. الحين راح نسبح كذا، يكون خلصنا. نعيما يا وحش. يا جماعة جالس اشوف التعليقات كثير يسأل ايش صار على الغزال؟ ايش صار على الغزلان؟ في اخبار جديدة عن الغزال؟ للأسف المرض انتشر، بدل ما كان 24 غزال صار في اغلب ولايات امريكا. قريت ان في ناس يتوقعون ان هذا شخص مريض ويبغى يقتل كل في العالم، فراح ينشر هذا المرض بين الحيوانات علشان ينتشر بين الكل. وفي ناس ثانيين يقولون لا، هذول الأغنياء نشروا هذا المرض بين الغزلان علشان بعدين يجون ناس يحتاجون يشترون الأدوية منهم، والأدوية تكون سعرها جدا غالي، كذا يصيرون أغنى بكثير، مع أن الخبرين ما يدخلون الراس. فهذا آخر شيء صار، ونتمنى مو كذا. طيب حاليا ننتظر الثالث يوصل، يعني خلاص آخر مرة تشوفون شقة زي كذا إن شاء الله. بس المشكلة قالوا الجدول بنيجي من 9 الصباح إلى 9 الليل، ما ندري أي وقت. يكون عافية والله، كان قلتوا بنيجي ب 2019. يعني الحين نجلس كذا ننتظر، إذا واحد عنده موعد ولا شيء. فحاليا مغامرة، نبغى نروح نحلق. هل يمدي نروح نحلق ونرجع على طول قبل ما يجون؟ نحب المغامرة، إن شاء الله يمدينا نلحق، نطلع بسرعة الحلاق ونرجع هنا. خليهم يجون 9 الليل، هنا الأجواء زي فيكتوريا، ما تعرف لها. أمس درجة الحرارة صفر وثلج وشيلنا قفازات وحالة، اليوم طالعين الشمس. كذا فيكتوريا كانت تخدعك. وأنا واحد زي كذا، على طول وصلت هنا. شو يا جماعة؟ في حلاق هنا شفته، شكله نفس ذاك اللي كان تحت الشقة. تعال عندك موعد، خذ موعد، تعال بعد بكرة. نبغى حلاق زي تيبون. نحلق لك على طول وخلاص. صح إنه ألف وما سوى بس إنه بطل. هذا هو ذي وصل. Is it Tom? Yes, Tom. Yeah, it said you're up here. Yeah. All right. So downtown. So you here on business, school, or you live here? So people are like wanting to. As long as people are there. Thank you, sir. Good way. للاسف يا جماعه يقولون المنطقه هذه كلها بيسكرونها، واي واحد عنده فود تراك لازم يطلع ويشيل الفود تراك حقه، لان المنطقه هذه باعوها. افا، واحنا قلنا بنجربهم، يقول عشان كذا بعضهم سكروا من الحين. اعطانا معلومات والله، قال لي المنطقه هذه اللي هناك كانت نفس الشيء كلها فود تراك وقفلوها الحين، والحين بيقفلون هذه. نبغى حلاق تيبون. والله الدنيا حلوه هي مشمسه. الحين بيوصل السرير واحنا ندور على حلاق. هذا لقينا حلاق هنا، عرفناه من العلامه اللي برا. ندخل ونشوف الوضع.
اول مره اشوف شيء اسمه موعد حلاق. قالوا لي عندك موعد؟ قلت لا. قالوا لازم تاخذ موعد دكتور. صار طيب رحت بحث عن حلاق ثاني. خلاص يا جماعه بنبحث عن حلاق الحين. اذا ما لقينا حلاق وجو حق السرير قالوا اوه مو موجود في البيت نجيك بعد 20 يوم. 20 يوم قالوا له حق اصحاب اثنين والله تجون هنا تبنون سرير كامل. يعني اليوم بتحلق اللي بيجي فيه سرير. هذا في حلاق هنا ان شاء الله ما يقولون موعد. ان شاء الله بعد يطلع حلاق كويس. جماعه ايش حلاقين امريكا هنا مواعيد ما في نظام مجلس منتظر. طيب يا جماعه خلاص عندنا ساعة ونص الحين لما موعدنا فش بنسوي؟ بنيجي هنا ناكل لنا شيء؟ ناكل ساعة ونص بناكل وشو بعد ايش نسوي؟ طلبنا حاليا وننتظر طلب. I'm looking for you. سعودية. والنعم والنعم. ما عليك سعودية. من السعودية. شكرا لك. من وين انت؟ من العراق. من العراق بدوه. شكرا. خط الحين نجلس نتغدى ونشوف بعد ايش نسوي. السيارة ما يتصلون علينا واحنا ناكل. الوقت المناسب يتصلون علينا واحنا طالعين من الحلاق. يقولون جايين في الطريق. نيال الاكل بيبرد. الناس خليه يوريكم الابداع. رز اصفر مع لحم. وهنا السلطة وهنا الزبادي. ورق عنب غاطس. وبالعافية عليك. صراحة اهنيهم. شغل لذيذ بطل. اهنيهم والله. الحين اقول بالعافية عليك وعلي. ترى شايف الوجبة. ما ننسى طبعا في كل وقت باي مكان احتياط واجب. الحمد لله طعمها مو مره. الحمد لله شبعت. كان باقي شوك الصحن. زباك من البرد تاكل بسرعه. الحمد لله كذا خلصنا. شوف كم باقي الموعد؟ باقي ساعه. باقي ساعه بالضبط. ساعه شو نسوي فيها؟ ايش السالفه؟ كل يوم شوف شيء. هذول جماعة الفيجيتيريان والفيجن يقول شوفوا كيف الحيوانات تتعذب. شوف الحقيقة. والله تعب شايف التلفزيون. كل شاشة حيوان يتعذب. لا حتى التونة. هنا في امريكا جماعه الفيجن والفيجيتيريان كل ما تكبر اكثر. المطاعم صارت تخصص لهم اكل خاص. الناس صاروا يسوون حملات ضدهم. يذكرون فانكوفر والحين هنا يبغون يخلون العالم كلهم نباتيين. البعض يشوف شيء صح، البعض يشوف شيء غلط. البعض يقول امريكا تمل بالحريه، خلاص خلونا بحريتنا نسوي اللي نبغاه. البعض يقول لا الحيوانات ما تقدر تتكلم، ما تقدر تدافع عن نفسها، في عندها مشاعر. فكلهم ضد بعض. المهم يا جماعه اليوم لما راح نسوي رياضه ما كان عندنا جزمه، بس جزمه عاديه فلازم جزمه حقت رياضه كمان. فجينا عند نايك او نايكي. طيب هناك مكتوب الستايلات، هنا التمارين، هنا الركض. هذا حس صعب تتمرن فيها ثقيله. لقينا هذه موجوده مكتوبه للركض. اي لايك ذا تكنولوجي. نايس. تمام تمام مقاسنا. ناخذ معاي شربات انتم كرامه. ناخذ هذه كذا يكون شرينا الجزمه انتم كرامه. وللحين موجودين ما يتعبون هم يشيلون التلفزيون. خلوا التلفزيون تحت. Is he or she? He. Tama. Tama. Thank you. And he's actually going to be a year old on the 15th. هو فيصل. كيف حالك؟ كيف حالك؟ شخبارك؟ والله طيب؟ تمام؟ رايح من هنا ثاني. اطلع لك كذا فجاه. حاليا لبست قفازات بس ابغى استخدم الايفون ولا اقدر. الحل بيجي هنا ندور مقص. تجي معي؟ تعرف ايش تكتب ولا لا؟ كيف؟ تعرف ايش تكتب هنا؟ اصحاب دنيا كفو. لقينا مقص هنا. خط الحين قصهم بسرعه ويعطيهم العافيه المقص. مو كلهم لو يحتاج بس اصبع او اصبعين. كذا نقدر نستخدم الايفون. خلاص حلينا المشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيهم العافيه والله شكرا على المقص. اوه المشكلة خلاص كذا امسك الكاميرا ونعدل كل شيء. كذا قصناها من جهتين. الحين تفتح بالبصمة تبغى تشوف اي شيء خلاص الوضع تمام. نحاول الحين نلحق على موعد الحلاق. ان شاء الله بعده يوصل السرير ان شاء الله. ان شاء الله. رجعت قاعد اصيح من البيت. هذا هو وصلنا الحلاق. توصلنا؟ مين؟ جاسم. جاسم. Can I ask you something?
شوف انا اتوقع صراحه السنه كذا تعطيني قصه واحده بس، قصه واحده ممتازه والباقي كله اللي ما تبغى يصير. تحلقنا يا جماعه، القصه هذه كلفت 129 ريال. ليش قص معاها السلبيه هذا الظاهر؟ طلعبي والله. قلت طيب بحدد دقن، قال لي لا انت قلت لنا بس شعر. قلت له انا بحلق. قال لي اذا تحدد الدقن لازم موعد. احسبه يمزح قاعد يضحك. قال لي لا جد لازم موعد. قلت له طيب ابغى موعد. قال لي ما في الا بكره. يا زين اللي عندنا. بس يلا نايمن نايمن يا وحش، شهر جديد بداية جديدة. الحين نرجع شكل. شوفوا هنا كاتبين ان في امريكا كلنا واحد وما في فرق بيننا، يحاولون ينهون العنصرية. رجعنا شقة، بشرون يا جماعة وصلوا؟ ما وصلوا؟ ايش السرير هذا عاد؟ قلنا سرير مميز بس مو كذا عاد. اسمع عليهم قالوا من 9 الصباح إلى 9 الليل، الحين الساعة 5 العصر، ننتظر المركبة الفضائية. موعد حلاق على دقن، أسنان مو بحلاق. أنا من أول قايل لو يكون في اثنين ثاني، سلام. يفهمك خلاص، يعرف ايش تبغى. بنقعد كذا الحين ننتظر سرير، أي شاحنة تمر وقفها، طول والله. شوف يا جماعة وأنا جالس هنا أنتظر، في الحلاق شفت حاطين صور محمد علي، وتذكرت اللقطة اللي يقول فيها ايش اسمي؟ ما تعرفون ايش اللقطة هذه؟ يلا سريري طول احنا نسولف. هذه الملاكمة اللي صارت بين محمد علي وهذا الشخص، رفض يقول اسمه، قاعد يناديه باسمه الأول، يقول له ناديني باسمي محمد علي، قال له إذا ما قلت اسمي الحين بخليك تقوله في الحلبة. يعني بيجي لدى جد لما يقول اسمه، والحين جات وقت الملاكمة، طبعًا ما نسى محمد علي، قال طيب ما تبغى تقول اسمي، والحين وهو يتلاكم معاه يقول له واتس ماي نيم؟ يتذكر الحين يقول له، طول ما هو يضربه يقول له واتس ماي نيم؟ اسمعوا هنا بيقولها. وطلع حرته كله فيه. فاز بالجولة هذه. علشان كذا يلقبون اسطورة. الحين جاء السرير. شو ما قلت لكم سالفة؟ خلاص امزح امزح. ما جاء السرير صح؟ شوفوا خلصنا مونتاج سوينا كل شيء. قطعنا وحطينا الاشياء هنا وجهزنا. حتى طقمت انا والجرس. طول والله يا جماعة. جلسنا المنتج خلصنا وقعدنا ننتظر الحين ولا جاء السرير. حاليا الساعة 8 ونص هم قالوا يا من 9 الصباح الى 9 الليل، يعني عندنا نص ساعة. طبعا هو مو بالسرير، لا الغرفة كاملة، سرير وطاولة وكرسي حتى دولاب فيه رفوف وسجادة واشياء كثيرة. ضحكني واحد كاتب الظاهر نفس الجمل اللي جاب الرخصة يجيب السرير الحين، شكله والله اتوقع الوحيد الموجود. حاليا الساعة 58 دقيقة، يعني عندنا 10 دقائق، لو يجون الساعة 8:59 دقيقة يقولون خلاص على الوقت حقك، جيب السرير بس خليكم ترتاحون، تعبناكم اليوم معانا، رايحين وجايين وعلى الوقت بسرعة متى تجون. بحط تحت فلوجين من 2016 ما عليهم مشاهدات لانك انت نزل ورا بعض، رابط الفلوجين تحت تبغى ترجع ذكريات. يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله راح نشوفكم في الفلوج الجاي مع السير. خلاص السؤال اليوم يقول ايش تنصح نحط في الغرفه بعد؟ كان معك اثنين خالد ينتظر سرير وابتسم، ترى ابتسامتك تعني لنا. اشوفكم على خير، سلام. لحظه باقي 10 دقائق. انت بتحط الكيس او الشنطه على الجنب، ليه؟ شوف المقطع ترى هذا يوريك انه في احد المطاعم. هذه شنطه عاديه موجوده هنا.